الإمام الصادق كان إذا ذكر عنده الحسين في يوم لا يرى فيه ضاحكا. عجيب، بس يذكر الحسين، بس اسم الحسين. نعم، إذن ما حال إمامنا الصادق عندما دخل عليه رجلان؟ سيدي اسمع ماذا يقول هذا. قال ماذا يقول صاحبك؟ تقول الرواية كان إمام الصادق متكئ. قال يقول إن الشمر صعد على صدر أبي عبد الله. إنزين وانت يعني ما تصدق؟ قال له ما يمكن، صدر الحسين عرش الله. لا لا لا، ما يمكن أن تطأه رجل الشمر. وإذا الإمام الصادق يتغير لونه ويعدل جلسته وحسر عن عمامته ويقول إذا أحببت أن تسأل فاسأل هل صعد حافيا أم منتعلا. كان منتعلا بنعل من حديد. الحسنين على صدر أمهما عند المغتسل، تقول تزلزلت ملائكة السماء، يا علي ارفع الحسنين عن صدر أمهما. إذا الحسنين على صدر أمهم زلزلت ملائكة السماء، ماذا حصل في الوجود عندما تربع شبر على صدر أبي عبد الله؟ يقول مولانا الباقر سمعت تكسر أضلاع جدي. يدخل عليه أبو هارون يقول له أنشدني في جدي الحسين أبيات، ويضرب ستارا بينه وبين عيالاته، ويجلس الإمام الصادق جلسة الحزين ويقول ابدأ في الأبيات، ويبدأ أبو هارون مسترسلا في الأبيات لأن وصل إلى هذه الأبيات. أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه. أعظم الإمام لا يبلى في قبره، كيف تقول أعظم يا شاعر؟ قالوا لا، لأن الأخنس بن شريك قال لقد كنت في مقدم خيول الأعوجية فطحنا صدر الحسين طحناه حتى انفر اللحم عن العظم. أمرر على جنث الحسين فقال لأعظمه زكيا يا أعظم لازلت من وطفا ساكبة روية وتموت لا عين مغمضة ولا كبد ندية. وإذا فاطمة ابنة الإمام الصادق تصيح وجده وعطشانا. هذه رقابة الحسين على هذه المجالس والمآتم. ها مولاتنا الزهراء بأبي وأمي، تقول الرواية ومنقولة في أكثر من مصدر أنها شهقت شهقة حتى تعجب من شهقتها أهل السماوات من في ذلك أهل جهنم. سئل الشمر أرق قلبك للحسين؟ قال لا، ولكن في لحظة واحدة. متى اللحظة؟ قال لما مكنت السيف من منحره وهو ينادي وحق جدي أنا عطشان، سمعت صوت امرأة تنادي وولده. يقول نظرت وإذا زينب مغشى عليها من وكز الرمح. من يصرخ؟ في رواياتنا أن الزهراء كانت حاضرة عند ذبح أبي عبد الله. يحسن ذاك اللي اعتلي
صدرك وداسه ما شاف من وجهك يشع نور القداسة لو يبغي يمحي الدين ويهدم أساسه لو قصده يفجع فاطمة في ذبحة حسين يا حسين ذاك اللي مسك راسك وجره ونحرك يحز بالسيف مرة بعد مرة مدري يريد بذبحتك يذبح الزهرة ويصدع قلب زينب وهي تنظرك يا حسين يا حسين ذاك اللي رفع راسك على رماح وخلاك جثة موذرة تذريها للرياح مدري سمع صوت النبي بوسط السماء صاح شنو صاح يا حسن يا حدار يا زهرة ذبحة وحسن يا حسن يا حدار يا زهرة ذبحة الجن والإنس يبشون لجل مصيبتك يا حسين حتى الحجر بكيته جرى دمعة بليا عين لملاك بسماها تشوف نحرك ساطع بنورة وتتنزل على قبرك يا ابو السجاد وتزوره على قبر البتولة تصيح يا ام الحسن مأجورة وفيك اليوم تتنزل على مكسورة الضلع سلام الله على وقوفك على العباس وتشوفه على المسنات متخضب عفير مقطع عجفه تنادي انكسر ظهري بجنب النهر وتعوفا سلام الله على نحرك يصب دموع سيالة سلام الله على راسك يضوي فوق عسالة وسلام الله على صدرك يدوس الشمر من عالة وصدر تربيه البتول بحجرها إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه أعزائي وإحنا نقرأ الدعاء يقوم كم واحد بشكل سريع يجمعون الصدقات الأعمال الخيرية إلهي شافي مرضانا داوي جرحانا فك أسرانا رد غرباءنا أرجع مسافرينا واحرس مطاردينا واحفظ مشردينا أهلك ظالمينا احفظ شيخنا العزيز يا الله إلهي ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدام الحسين اللهم كن لوليك
والعلماء. الفاتحة مع الصلوات.